السلام عليكم احبابي احباب القلب، راكم متجهين صفيطي ولا باطوط يكون حار يخلخل الراس، يعني المشاعر تاع الانسان كامل يحركهم، شعرك يشوك تاع المبنين وهايل. هذه المره راح نروحوا بكم ونسافروا بكم الى ولايه المغير ونخدموا باطوط ولا صفيطي كيما يحب الخاطر، بلا مهرس بلا تكسر الراس، يعني حاجه سهله مهله. وهذا الباطوط مشهور في ولايه المغير وما جاورها من مدن، وكذلك يخدموه الحشانيين بطريقه بزاف سهله وبسيطه ويجي بزاف رائع وبنين، بالاخص في فصل الشتاء على تنمو. هو حار، الحروريه اللي فيه تخلي الانسان يدفى وتولي فيك واحد الطاقه ما شاء الله. وهذا الباطوط ولا الصفيطي عن جد واو، خطير المذاق. يلا نروح نشوف الوصفه. بسم الله وعلى بركه الله، راح نجيبوا القصعه تاعنا. كما نعرفوا الصفيطي ولا الباطوط يعني هو يتخدم نفس الطريقه. دوك نقول لكم واش هو الفرق بين الصفيطي والفرق بين الباطوط. هنايا الباطوط تاعي واش راح ندير ولا الصفيطي كي نديرو فيه، نخدموا العجين تاع الكسره تاعنا كيف عاديه جدا، نخدموها كما نخدموا الصفيطي كما راح نخدموها للباطوط. هو الاسم باك يختلف وتختلف بعض الاشياء فيه. هنا العجين ولا هنا جبت كيلو، راح تخدم لي كميه ما شاء الله، يعني كيلو تاع الدقيق اللي يكون دقيق الرطب، حطيت له غير الملح وراح نكمل نعجنوه بالماء، ما نخلوش يجي مطلوق بزاف وماشي ناشف بزاف. الفرق هنا بين الصفيطي والباطوط، الباطوط هنايا يتخدم باليد، اما الصفيطي يتخدم بالمهرس. ولا الخضروات اللي فيه كيما الفلفل وفيه الطوماطيش فيه الثوم، هذا كامل نشوهم، يعني تولي كيما سلطه المشويه ولا يكون كيما الحميص ويتخلطوا معاه. اما الصفيطي راح نديروا كل شيء فيه خضر، يعني ماشي طيبين، ولكن المذاق تاعو يجي مختلف ويجي ما شاء الله. هذه الكسره تاعي كما راكم تشوفوا فيها بعد ما كملت عجنتها وراهي طريه، راح نخليها ترتاح لمده تقريبا واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه، ومنها احنا راح نخلو هذه كما نقولوا العجينه تاعنا ترتاح براحتها وبغرضها، ومن بعد نكملوا العمليه تاعنا. راهو سهل مهل، يعني انا ما لقيتش واش ندير العشاء، رحت خدمت فيها الصفيطي وحبيت نوري لكم ولا هذا الباطوط، وحبيت نوري لكم الطريقه كيفاش تخدموها. ولا راكم تشهين الصفيطي ما عندكمش ولا خيمه ولا الاماكن اللي يبيعوا هذه المأكولات التقليديه راهي بعيده عليكم، واجده سهله مهله، توجدوها غير في الدار بلا تعب بلا تكسر الراس. خذيت هنا زوج حبات طماطم يكونوا طيبين ومعها رصان فلفل حار، يعني يقول لك هذا الفلفل هو يعني غير صغير بصح فعيله كبار، حار بزاف. طماطم هذيك حطيتها داخل طماطم حطيتها داخل الماء وخليتها تغلى باش تقشر، حتى درت فيها علامه زائد باش نحيل القشره تاعها كما كتشوفوا قشرتها، ومن بعد قطعتها الى مربعات صغيره وحطيتها بجي. من جهه اخرى حكمت الفلفل تاعي، الفلفل هنايا الحار حكمت التريسان، انتم كيما تحبوا الحار، اذا كنتوا حاجه تحبوها بزاف حاره زيدوا في كميه الحار، واذا ما كنتوا ما تحبوش فيها الحراره بزاف تنقصوا من كميه الحار اللي راحين تستعملوها في هذا الصفيطي ولا في الباطوط. يعني تقدروا تاكلوه ماشي حار بزاف، يعني كما نقولوا حنايا موز بين الحراره وبين شويه يكون حلو. فوالا كما راكم تشوفوا هنا حكمت راس تاع الثوم قشرته، زدت مع هذيك الريسان تاع الفلفل الحارين، يعني كما يقول المثل تاع بكري عجوزه مكمشه حرمتني من العشاء. وشنو هو هذيك الفلفل القناوه، فليفله الحاره الصغيره، يعني حاره بزاف وتلمو كي تكونوا حاره يقول لك حرمتني من العشاء ما خلتنيش نتعشى. هنا بعد حطيتو في المهرس تاعي الصغير تاع الدار، كامل عندكم على بالي عندكم مهرس، ولا ما عندكمش مهرس ديروا في الاشوار برك نلحيوه ولا ندقوه بالمهرس، من الاحسن انكم تدقوه بالمهرس حيطلق العصاره نتاعو، ونخلوهم كل شيء بجي. رايحين نحكموا العجينه تاعنا بعد ما ارتاحت نقسموها على ثلاثه. انا قلت لكم انا خدمت كيلو تاع دقيق الرطب، رطب عجنته مليح دلكته مليح وخليته ريح، قسمته اذا كريات ثلاث كريات خرج لي منهم، وهذوك الكريات راح نحلوهم على شكل خبزات دائري، يعني هنا الشكل تاعها ما يهمش، تقدروا تجيبوها خريطة العالم وتطيبوها. رايحين بعد هنا هذه الكسرة رايحين نفتوها نحلوها، ولازم السمك تاعها ما يكونش خشين بزاف، يا رب يكون واحد حوالي 5 مليمتر ملي سنتي، يعني رقيقة شوية. ومن بعد رايحين نحطوها فوق الطاوة تاعنا، الطاوة تاعنا تكون شعلة ماشي عالية بزاف وماشي ناقصة بزاف، يعني وسط فوق الـ فوق الـ
فوق الضعيفه يعني ماشي عاليه بزاف باش ما تحرقلكمش الكسره تاعكم، ونقلبوها ورانا نطيبوا فيها. ومن بعد كي نطيبها في الطاوله راني نقلب فيها وراني شغل فوق الطاوله نكسر فيها ونخليها تطيب، تطيب كامل على الجوانب تاعها في الاطراف في الوسط في كلش، نحطوها نعاود نرجعوها في القصعه تاعنا اللي خدمنا فيها. وكالي لهنا العجين هذه الكسره يكسرها غير بيده، ومن بعد براحه اليد يعني في وسط يدك تحطيه وتحكيها حتى تفتت، وتقدري كمان تفتيها غير بصبعك تروحي لها حبه حبه يعني وحده وحده ماشي مقلقه كامل، وتفتيها كما قدرت تحصلوا على كامل الكميه. راح دوك نروحوا للخدمه تاعها باش نخدموا هذا الباطو تاعنا ونصفيطي. ناخذ كميه تاع الطماطم هذيك اللي كنت يعني نحيت لها القشر تاعها وقطعتها الى مربعات صغيره، نحطها فوق ذاك الخليط. انا نقول لكم باللي ما تخلطوش هذا الباطو تاعكم ولا الصفيطي حتى وراح تاكلوه حتى وراح تتعشوا باش تخلطوا هذا الخليط، على جل لا على جل لازم يتكل سخون، اذا برد مش راح تقدروا تاكلوه. يعني كما نعرفوا الصفيطي ولا الباطو ما تقدروش تاكلوه هكذاك، تاكلوه بارد. حطينا فيه الخليط تاع الفلفل الحار، فلفل القناوه والفلفله الخضراء، حطينا مع هذيك اللي فيها الثوم مدقوق كل شيء. وهنايا ضروري انكم ولازم تديروا حشيشه الشوربه ولا المقطفه، حشيشه المقطفه لازم تديروها. حطيت انا اللي زيبيس، انا حطيت القزبر الملحي وحطيت فلفل عكري والملح، حطيت شويه زيت عاديه وزيت، وراح ندير شويه زيت تاع الزيتون. اذا انتم هنا ما تحبوش زيت الزيتون استعملوا زيت العاديه، ولا تحبوا زيت الزيتون اللي تحبوا زيت الزيتون كثروا فيها، ولا ما تحبوهاش ديروا زيت العاديه نورمال. هنا حطيت مغرف ونص نتاع طماطم مصبره، مغرف ونص تاع ماكله طماطم مصبره. هنا راح تبدا العمليه، راح نشوف واش نديروا، نحكموا اللي قلت تاعنا، ولا تكون اي واحد هنا اللي ما كما نقولوا حنا ما يعيفش يعني الدار هاك تعرفوا الا كطيباتو يماك ولا طيباتو اي واحد في داركم ماشي حتعيف منه الماكله تاعو، راح نجي نخدموه نعبزوه بيدينا. هنا الماء لازم يكون سخون يغلي، الماء لازم يكون سخون سخون. هنا الماء ما تحطوش برك، حطوا وشوفوا عينكم هي ميزانكم، بالك يجيكم ناشف شويه زيدوا له شويه تاع الماء، واذا كان يعني قد يعني ماشي زايد بزاف وماشي ناقص هذا كوا يجي سوا سوا. وقعدوا كما راه يقولوا تلمسوا يعني تعبزوا فيه غير بيدكم، عبزوه مليح مليح. هنا في هذه العمليه كاين اللي يديروا بصل اشي يعني بصل مقطع صغير 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 بزاف، مكعبات صغيره ولا مربعات صغيره لداخل، ويخلطوا كل شيء مع بعض. كاين اللي لا كاين اللي يحطوا غير من فوق رشه فقط للتزيين. ثاني البصل راح يعطي واحد المذاق مميز وهايل، وهذه الاكله راهي كما نقول لكم حنايا قد ما راهي هكذا قد ما راهي صحيه، على كل شيء كل شيء فيه خضر وكل شيء قاد بالفيتامينات تاعو. هنا راح نروحوا لعمليه التزيين، قلت لكم هذه الماكله صحيه كذلك. كما نعرفوا ان الباطوط والله العظيم انه كي تاكلوا حتحس بالشبع ومزاج كاع الدور بالماكله، خاصه كما رانا في الشتاء وهذا البرد ما يحلى غير باطوط. كما يقول لك باطوط جديد حروحه مدي يا رشيد، هذه الغنيه تاع هذا الباطوط يعني الاكلات نتاع الناس المغير وما جورها من مدن من جامعه تقول هكذا. هذه الاغنيه سبيسيال تاع هذا الباطوط، زينتو بالزيتون الفيولي. هنا التزيين اختياري، ديروا كما تحبوا كما تحبوا، ديروا حشيشه مقطفه لازم هي قلت لكم هي الصح في هذا الصفيطي بلا بها، ولا هذا الباطوط بلا بحشيشه مقطفه ما تعطيناش هذيك البنه، وبالاخص كي نديروا هذيك شويه تاع زيت الزيتون والبنة تاعها في الحرارة تاعها، إذا كانت حارة راح يجي ما شاء الله يجي بنين بنين، يعني كما نقولوا حنايا شعرك راسك يشوبك، تنمو تولوا تحسوا بالعرق في الجبهة تاعكم من قوة الحرارة اللي فيه ومن قوة البنة اللي بنين. ونقول لك حار وحامض، الحموضية تاعو اللي تعطيها له الطماطم، الطماطم تاع الحبة والطماطم تاع المصبرة تعطي له هذيك البنة وهذيك الحموضية اللي فيه. راح نزينوه بالفلفل المرقد، هذا قلت لكم حار حار حار، ولازم باش نقتلوا هذيك الحراره وما يوجعناش في الاسطومه تاعنا لازمنا معاه كاس البن، والبن تعرفوا راهو يهدي الكرش تاعنا وتهدي الاسطومه تاعنا. واش نقول لكم بالصحه والراحه، وهذا هو الباطوط تاعنا، يعني غنيه طويله تاع باطوط جديد حار وحامض يا رشيد. عن جد عن جد عن جد واو، عن جد هذه الوصفه خطيره، خطيره المذاق. ننصحكم انكم تجربوها وتوكلوا عائلتكم باطوط ولا صفيطي مخدوم غير بليد. خوتي خياتي ما تنسوش تهبطوا اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس، وما تنسوناش بالبرتاج والاعجاب وتعليقات تاعكم الشابين، وتهلاو في روحتكم بزاف بزاف ان شاء الله في وصفه اخرى باذن الله. سلام.